مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم وعلى أمة محمد جميعا ان شاء الله. النهاردة انا بقى هوريك الروتين بتاعي، غيرته خالص النهاردة ونزلت تحت عند حماتي اجهز فطار اول يوم رمضان. هنحاول نجهز فطار هادي كده ولذيذ وفي نفس الوقت ما يتعبش المعدة. اول يوم صيام بتكون المعدة لسه ما تعودتش وعايزة حاجات هادية، فحماتي الله يديها الصحة كانت مجهزة صينيتين الرقاق وسابت لي صينية أجهزها عشان بس ايه أوريكم ازاي نجهزها بطريقة سهلة كده وما تتعبش المعدة. احنا شوحنا البصلة بشوية الفلفل الأسمر ونزلنا عليها باللحمة ونص معلقة من السمنة كمان عشان السمنة كانت قليلة، وادت لها تشويحة. هنا كانت اللحمة خلاص اهو استوت فنزلت عليها بالملح. هنعمل بقى الرقاق النهاردة، الرقاق الناشف اللي احنا بنسقيه في الشوربة. هسقيه في الشوربة، خليه طري وافرده في الصينية. وهنزل عليه باللحمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهعمل الطبقة اللي فوق هزق الرقاق في الشوربة. انزلوا يا بنات اعملوا الفطار لحماتكم وبسطوها، خليكم شاطرين ما تكسلوش. هنقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا انا كنت قطعت صواني الرقاق كلها وهسقيه برضو بالسمنة، ما تكتروش عشان احنا في رمضان. هدخله الفرن، مفيش اسهل من كده. النهارده بقى كنا هنعمل فراخ بلدي ان شاء الله، فكنت كسلاها كويس ومجهزاها ومكتفاها من تحت، غليت الميه ونزلت بالفراخ وهسيبها تاخد غلوه. هنقشر البصل نجهزه لصينيه البطاطس، وهقطعه حلقات بالشكل اللي انتوا شايفينه، حلقات رفيعه بحيث ان هي ما تبانش قوي في البطاطس وتدوب فيها، ولو بانت تبقى خفيفه وحلوه. وهنزل عليها بمعلقه ونص من الملح ومعلقة من الفلفل ونص معلقة من الكمون، هدعكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقطع نص قرن فلفل اخضر، الفلفل الاخضر بيخلي طعم البطاطس حلو جدا وهادي، لان انا عند حماتي ما بيحبوش البهارات الكتير فانا استعملت الفلفل الاخضر، بيدي طعم وريحة للاكل. وهدي تقليبتين كده وتشويحة حلوة للبطاطس وهي على النار. شفت الرقاق بعد ما طلع؟ ودلوقتي بقى ايه، هغسل شوية اطباق كده وحاجات في الحوض عشان الدنيا تبقى رايقة معايا وانا شغالة. اتعودوا دايما تغسلوا الاطباق اول باول وانتوا شغالين. هنا البطاطس كانت خدت غلوتين، هغسل الرز. نبص على الفراخ، هننزل بالطماطم والبصل والفلفل الأسمر والملح، ونغطي الحلة ونكمل غسيل الرز. حماتي كانت عاملة برامة رز وأنا هعمل برامة تانية. طبعا انا قايله لكم الطريقه قبل كده، انا ببطن البرام، بكون غاسله الرز بنزل بيه في البرام وانزل عليه بالسمنه، وادي لهم تقليبه حلوه، احط نص معلقه سمنه في اللبن والفلفل الاسمر والملح في اللبن واقلبهم وانزل بيهم على الرز، وبحط المعلقه كده في النص عشان اختبر اذا كان اللبن كده تمام ولا لا، ودخلت الفرن. دلوقتي هنجهز طبق السلطه، اساسي جدا وحلو قوي في الفطار. هنغسل الطماطم وهنغسل الفلفل الاخضر والشبت والكزبره والخيار والليمونيه برضو، ايه ادت لها غسله، بس ما بعصرش الليمون ولا بحط الملح الا يدوب واحنا بنفطر كده. هنقطع الطماطم، كلنا عارفين السلطه بتتعمل ازاي، دي السلطه العاديه جدا، سلطه الطماطم بخضار. هنقطع الخيار
رمضان ليه بهجة كده يا بنات وفرحة حلوة قوي، يا ريت السنة كلها تبقى رمضان، يعني الأيام فيها بهجة وفيها خير وفيها حب وفيها إحساس حلو، يعني ربنا يديم علينا الأيام الحلوة دي. هنا أنا كنت خلاص بقى بفنش السلطة المراحل الأخيرة، خلاص بقى ركنتها على جنب وهغسل الاطباق، اجهز الاطباق بقى اللي انا هغرف فيها الفطار. نسيت اقول لكم انا حطيت على السلطه الكمون وقطعت الليمونه، وقبل الفطار هحط الملح واعصر الليمونه واغرفها في الاطباق. دلوقتي بقى هعمل شويه لسان عصفور عشان البيبيهات اللي عندنا بيحبوه، هنديله بقى تشويحة حلوة بحيث ان لونه يبقى دهبي كده حلو. وهنا كنت عملت الرز المعمر خلاص استوى، والفراخ كمان كانت قربت ان هي تستوي. والبطاطس اهي في الفرن، حطيتها في الفرن. هندي تقليبة كمان لسان العصفور وننزل عليه بمغرفتين من الشوربة. وهنا كنت انا قطعت الفراخ ودهنتها بالسمنة ورشيت عليها فلفل اسمر وملح ودخلتها الفرن. هنا لسان العصفور كان استوى والبطاطس كمان استوت، وده شكل الرقاق. لو عجبكم روتيني النهارده ما تنسوش تضغطولي سبسكرايب للقناه، لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.